بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أقدر أصورني وأنظرني. تعا تعا تي 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 تعا تعا تي تي تي. السلام عليكم، جمعة مباركة، مساء الخير، مساء العافية على الجميع. شلونكم، أخباركم؟ يا رب تكونون مليون ألف خير يا رب. حبايب قلبي، طبعا اليوم راح أشارككم فيديو مختلف، فيديو على من وحي الطبيعة، فيديو كلش حلو بأجواء ريفية، اتجنن، خليكم ويانا. طبعا اليوم من بيت الأهل راح يكون ريوقنا، مو من سوبر ماركت ولا من محل، لا، اليوم الريوق مالتنا راح يكون مختلف مباشرة من دجاجاتنا. ها يلا كتبونا يا اللي يتريق من السوبر ماركت ويا اللي يتريق من دجاجاتها. شوفوا لي هذا البيض، ما شاء الله تبارك الرحمن، اجينا من الصبح ناخذ بيضات، وايضا هذا البيض هنا مقفف. لا حد تكتب له وتقول له يقين عندنا دجاجه ويمتى نقففها، لان انا ما اعرف بيا وقت يتقفف الدجاج. فمثل ما شفتوا هنا هذه نخاله، يعني هو علف للدجاج، وبنفس الوقت الدجاج هنا محبوس. هنا يلا حزروا لي ليش هذه ثلاث الوان مختلفه. طبعا انا بالبدايه ما عرفت ليش ثلاث الوان البيض مختلفه، لان من كل وحده نوع. وهسه بعد ما اخذنا بيضاتنا نرجع بالطريق، يعني الاجواء هاليوم احنا عندنا بكربلة كلش ممطرة وهواء عالي، وشوية حسينا بالشتاء. انا متأكدة هواي راح تكتبوا لي يقين تغطين وترجعين، ومن سالفة الاشتياق ما اريد افتح الموضوع، لان ادري بكم مغتاظين من عندي وزعلانين، ومتأكدة راح تكتبوا لي ليش غايبة. والله بنات، يعني الاقدر عليها ان شاء الله اشارككم بيه. مثل ما تشوفون طبعا الفيديو قلت لكم اليوم من اجواء الطبيعه، يعني شكو قدامي صورت بنفس الوقت، وهسه احنا داخلين او رايحين للبيت، بيضاتي بيدي. هنا مباشره سوينا البيض، طقيناه بالطاوه والخبز عصب وحميناه، وبعد هاي القعدات الشتويه والقعدات الدفو العائله بعد ما يحتاج انه اني احكي عليها. طبعا اكيد يعني قعدات العائلة دائما تكون حلوة وما تتعوض أبد، وسهمنا وسهمكم العافية. هسه بعد ما راح نكمل الريوق، تعالوا أخذكم ويانا ونشوف شنو راح نسوي. طبعا بنات ما سولف لكم، بعد ما خلصت ريوق رحت الروتين الملابس. شوفوا لي هذه نوعية مال التايت تجنن، والعطر مالتها يخبل مباشرة. فتحت الغسالة، طبعا روتين الملابس حتى هنا ما خلصانة منه ويعقين، لا اليوم راح ابدي روتين الملابس، ملابس الوالد الله يحفظه ويطول بعمره ويعطيه صحة والعافية. هنا طبعا ملابس الوالد دائما تكون دداشة وسترة، فراح اغسلهم واجففهم وهمية اكويهم. طبعا اليوم من المهمة مالتي، وانا كلش مستمتعة بهن بصراحة. هذه الثانية، طبعا اثنين والوان اثنين، بس هذا التايت عادي يجنن، الكل الالوان يستخدم. هسه بعد ما خليتهم يغسلون زين، بنا شوفوا اذا عندكم ستر، يعني مثلا اهلكم كبار ولازم كوي، فلا تغسلونهن بالماي الحار كلش، حاولوا قدر المستطاع يكون الماي شوية يميل على البرودة. ليش؟ حتى ما تتعقد. ليش؟ لأن القماش الستار مالت أهنا الكبار اللي يلبس يعني مثلا القوط وكذا، يكون دائما يعني متعرض للماي الحار، إذا تعرض للماي الحار راح يتعقد، لأن قماشه يكون مختلف. هنا طبعا بعد ما جففتهم بديت اكويهم، اكيد اكويهم كوية زينة وعلى البخار ايضا، لان تدرون بهذا الاوتي ببخار، من يم الياخة اخلي له بخار حتى تنكبس وتصير بصورة حلوة. طبعا هنا انا ما مسيطرة على التصوير ابدا، لان ما عندي ستاند ايد تصور وايد تكوي، ولو ما شوية احترقت السترة. شوفوا شلون بدأ الاوتي ياخذ من ايدي، بعدين قلت خلي اعوف التصوير وخلي اكمل الكوي، لا يروحن يحترقن، وخوش سالفة النوب الوالد الشي خلصنا من عنده يا ابويا. هنا قلوتها من الجهة الثانية وبديت اكويها. طبعا بنات انا فرحانة كلش هواية، وقاعد اغسل ملابس ابوي ها واكويهن، وكأنه يعني عبالة كذا اجي احس نفسي صغيرة، انه انا قلت ابويا اليوم انا غسلت ملابسك.
هنا حاولت انه انا قلت شنو القي بجيب ابوي الي من حصتي ها، ايش كم مره دورت ما لقيت هذا العطر، بعدين ورا ما غسلت وجففت الملابس شوفوا شنو لقيت بجيب الدداشه، لقيت هذا العطر يعني مالت زياره ابوي كل يوم خميس على جمعه يروح يزور الامام الحسين، هذا صار له حوالي 4 سنوات على هذه المسيره، وهذا العطر يجنن خاص يجيبه من الزياره، هنا يقونه وهنا الجمعة طبعا ببيت اهلي، بعد يقونه وحركاته وسوالفه تعرفونها بنات. خطي ابوي شنو كان جايب غدا؟ جايب الغدا سمك، جايب سمكه بس السمكه مالته كلش كبيره فراح نشويها. هنا شوفوا موسى والجهاله وكلها تلعب وملتمه ببيت ابونا. هنا طبعا مرت اخوي راح يشنق تخبز وبعدين راح نشوي ورا ما تخبز. طبعا هنا خطي ابوي بالطريق خابرنا انه قال انا جايب سمك، فقلنا نخبز وبعدين ننتظره ووراها نشوي. فبنات اكيد هسه ما راح تطلع لكم اشعارات بقناتي ليش؟ لان انا من زمان ما ناشره وما متواصله، لذلك احتمال الاغلبيه ما راح يكون عندهم اشعار الفيديو. وهسه هذه السمكه وصلت مثل ما تشوفون. اول شيء نغسلها وبعدين نملحها، هاي الشغله خالصين من عندها خاصه اذا كانت وين السمكه اليوم على الجمر وبالتنور الطين. شوفوا جينا التنور الطين، تنور الطين مال اهلي طبعا صغيروني شعلته انا وطلعنا نشوي سوا. شوفوا بنات بالنسبه لغيابي وتواجدي واللي يريدون يتابعوني وهواي بنات، شوفوا بنات اليوم ماكو واحد بينا ما عنده برنامج التيك توك، راح اخلي لكم روابط مال التيك توك والانستا، دائما انا متواجده هناك تمام، الانستا بشكل يومي كل يوم انشر ستوريات، تيك توك هميت مستمره بالنشر، فاللي تحب ضيفني وتتابعني لان اليوتيوب ما تشذب عليكم، يوم موجوده يوم ما موجودة وأيضا أغيب عن همات فتلقوني هناك قدامكم، راح أخلي لكم أول رابط التعليقات. المهم هسه مثل ما تشوفون طبعا السمكة بالقوة شايلتها الشبكة، لأن يعني ما شاء الله حجمها كبير حوالي يمكن 3 كيلوات، بس ما أدري ليش طعمها كان يختلف، يمكن لأن أمي شوتها وأبوي ما أدري، لأن حسيتها كلش كلش طيبة. أنا شقد أشوي بالبيت سمك لعيالي وهاي، بس مو مثل هاي السمكة، يا سبحان الله والله والله يعني جديات بنات طعم يختلف، ما ادري يمكن لان ايد ام وابوي الله يعطيهم العافيه والصحه ويطول بعمرهم يا ربي. اني اتمنى من عندكم اذا صدق تحبوني وتقولون احنا نتابعك ويقين ونحبك، اتمنى منكم من كل قلبي تدعوني لام وابويا بالصحه والعافيه خاصه بعافيه ابوي، وان شاء الله يوم اللي رب العالمين يرزقهم بزياره شنو اكيد حجه، اتمنى هذا الشيء حاليا، امنياتي يكون الله ويرزق اهلي ببيت الله بزياره حتى لو كانت عمره ان شاء الله، ونرجع نقول التسهيل من رب العالمين، واتمنى منكم دعوات للوالد. هنا مثل ما تشوفون طبعا هذا كان غدانا والحمد لله والشكر يا رب العالمين، واكيد قعدنا واحنا وابوي واللمه الحلوه، وهنا ودعنا بيت اهلي ورجعت وين؟ ورجعت يا ميقين، رجعت البيت عيالي.